معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد للوقوف عند آخر التطورات، وأيضا ينضم إلينا مراسلنا من كييف عامر العروقي. أهلا بكما، أبدأ معك أريج ومع آخر التطورات معك، خاصة مع استمرار يعني بعض العمليات حتى التي صراحة لم تتبناها حتى الساعة كييف. نعم كارولينا، ربما تتجه الأنظار حاليا إلى ما يجري في المناطق الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، ورغم كل القيود وكل الإجراءات التي لا تزال السلطات الروسية تتخذها فيما يتعلق بالحد من أي أعمال إرهابية أو أي أعمال تخريبية يقوم بها الجانب الأوكراني، ورغم عدم إعلانه رسميا عن تحمله لأي مسؤولية أو وقوفه وراء ما يجري، إلا أن هذه المناطق ربما ووفقا لآخر المعطيات والتطورات تبقى الأكثر عرضة لمثل هذه الأعمال. ففي أقل من 24 ساعة بالفعل قصفت إحدى القرى الواقعة في مقاطعة بريانسك الحدودية، وهي المنطقة ذاتها حيث شهدت يوم أمس انفجارا بعبوة ناسفة على إحدى خطوط السكك الحديدية التي تربط مركز المقاطعة مدينة بريانسك بإحدى أيضا قراها لا تبعد عنها أكثر من 30 كيلومترا. طبعا لم تعلن السلطات الروسية بشكل رسمي من يقف وراء هذا التفجير ومن يقف وراء هذا العمل التخريبي كما أسمت، لكن طبعا الأنظار في موسكو ولدى السلطات الروسية غالبا ما تتجه إلى الجانب الأوكراني لكونه كان قد أعلن عن عزمه في فترات سابقة القيام بمثل هذه الأعمال، ولا سيما مع قرب اقتراب تاريخ احتفال روسيا بعيد النصر في 9 مايو، حيث هدد مرارا وتكرارا بأنه سيلجأ إلى مثل هذه الأساليب. إذن هذه المناطق لا تزال تشهد مناوشات، لا تزال تشهد أعمال تخريبية. الجانب الروسي لا يعلن من يقف وراءها، لكنه يحتم أن يكون الجانب الأوكراني وراءها. أنتقل إلى كييف ونطلع معك عامر على آخر المعطيات لديك، آخر المواقف خصوصا العسكرية وما يتعلق بأي هجوم مضاد محتمل قريبا. نعم كارولينا، في الجبهات الشرقية ما زال القتال مستمر بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي. خلال 24 ساعة الماضية قال الجيش الأوكراني بأنه صد ما يقارب من 41 هجوم شنه الجيش الروسي، وقال أيضا بأن الجيش الروسي نفذ 25 غارة جوية على كل المناطق التي تضم محور بخمود، وهنا يتحدث عن محور بخمود الذي يضم مدن واقعة وسط مقاطعة دونيتسك إلى جنوب مقاطعة دونيتسك، وهي مدينة أفديفكا مرورا بشاسوفيار وأيضا مدينة كوستانتينيفكا الواقعة غربي مدينة بخمود. ورغم انحسار المعارك في المناطق الغربية إلى أن قائد مجموعات الشرق ألكسندر سيرسكي قال بأن الجيش الأوكراني يتقدم ويحرز تقدما على حساب الجيش الروسي في محور مدينة باخمود، رغم دعم القوات الروسية بأكثر من 25 ألف جندي في هذا المحور يقاتلون ضد القوات الأوكرانية المتواجدون في هذه المنطقة. كذلك أيضا وفقا لبيان الأركان العامة للقوات الأوكرانية قالت بأن الجيش الروسي نفذ غارات على مناطق واقعة في شمال مقاطعة دونيتسك وهي منطقة سلافيانسك وكراماتورسك، كذلك أيضا سقطت عدة قذائف من المدفعية الثقية على مدينة نيكابل وهي منطقة واقعة في جنوب أوكرانيا ضمن حدود مدينة دنيبرو بتروفسك كارولينا. نعم شكرا جزيلا لكم على المتابعة من كييف مراسلنا عامر العروقي، ومن موسكو أريج محمد شكرا جزيلا لكم.